السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أحمد من ريد شادو جيمز، وفي فيديو اليوم عندنا شرح تحديث الهالوين والإضافات الجديدة اللي نزلت على اللعبة، فيب خلونا نبدأ. فنجي الأول إضافة زي ما تشوفون أخيرا، يعني سووا أيقونة خاصة للبروفايل، وزي ما تشوفون أنا تحت على اليمين عندنا نقاط التكتيكات الهجومية. طبعا هذا الحدث اللي تكلمت عنه في المقطع الماضي اللي هو هذا اللي راح يجي بعد 5 أيام. ففكرة هذا الحدث انك تلعب 3 أيام كل يوم، فعلى حسب مركزك تقدر انك تجيب نقاط النجوم هذيك اللي تحصل منها. تتوقع اذا جبت الاول على العالم 50 ستار كوين. وكيف الحين راح اوريكم كم راح تاخذ على كل مركز راح تاخذه في هذا الطور. فزي ما تشوفون عندنا اذا فزت بثلاثة ضد ثلاثة، اذا فزت او دقيقة خلونا احط لكم الشرح بالعربي. وكيف عندنا هنا زي ما تشوفون يقول لك اربح 30 نقطة عند الانتصار، و15 نقطة عند التعادل، وخمس نقاط عند الهزيمة كجائزة ترضية. طبعا هذه هي الكوينز اللي راح تحصل عليها. وعندنا إذا يقول لك إذا انتصرت انتصار استثنائي راح تحصل 3 نقاط إضافية. كيف تنتصر الانتصار الاستثنائي هذا؟ يقول لك فوز قبل ظهور الجوهرة 15. يعني مثلا أنتوا إذا جمعتوا 15 جوهرة على طول اللي ضدكم مثلا كان معاهم، يعني لازم يكون ضدكم معاهم أقل من 5 عشان ما يكمل 15. فإذا مثلا أخذتوا 10 جواهر اللي ضدكم عندهم جوهرة واحدة راح تأخذون 33 نقطة، طبعا 3 نقاط إضافية. وكل إضافة اللي بعدها يا شباب زي ما تشوفون إضافوا إضافات جديدة مرة على اللعبة، وهذه طبعا هذه المابات حقت النجم الأوحد تقريبا يعني غيروا بعضها، يعني سووا لها تغيير وجابوا خرائط جديدة مرة. وعندنا هنا خرائط الإطاحة والشوداون صارت يعني كلها على شكل الهالوين. اوكي خرائط الكرة ما سووا فيها شيء. اوكي فشوفوا الحين يا شباب كيف انه خرائط الشوداون كم صارت. شوفوا يا شباب كم خريطة موجودة للشوداون، تقريبا يعني 20 خريطة للشوداون. فوالله صراحة اضافة رهيبة مرة. وشوفوا هذا الاضافات الجديدة حقت الشوداون، اتوقع هذا راح يكون فيها الحدث الجديد اللي هو دقيقة اللي هو هذا، هو نفس الحدث القديم. فتكون عبارة عن اشباح لما تدمج تربح نقاط حياة، فلازم تبغى اخر شيء. اوكي هذا بعد شوية راح نجربه. وعندنا بعد يا شباب اضافوا انيميشن جديد للشغلي. اوكي زي ما تشوفون غيروا الانيميشن الحركة تبعتها، اوكي على اكيد غيروها على احسن. عندنا بعد اضافوا سووا ريموديل لفرانك، اوكي هذا هو فرانك تقريبا يعني ما غيروا شكله مرة. اوكي فبعد يا شباب عندنا اضافوا اصوات جديدة ليون راح اسمعكم اياها الحين. We can do this. Yeah. What's this? Time to brawl. What's this? Yeah. See ya. Yeah. كيف عندنا بعد يا شباب سووا بلس تشينج على الجنود، طبعا مره طويله فراح احط لكم يعني اختصار صوره على الشاشه توضحها لكم. طبعا اللي مو واضحه عنده يكتب بالتعليقات راح اجاوبه. فيابا يا شباب خلونا الحين ندخل جيم في ايمز ونجربها. كيف راح نختار هذا الطور الجديد؟ اوكي اوه شوفوا يا شباب كيف، الله انا توقعت انه بس لما تدخل الجيم تصير شبح، بس شوفوا يا شباب كيف، الله صراحة مرة رهيب. شوفوا كيف يعني حتى البراولر في اللوبي يكونون مختفين. اوكي شيء مرة حلو. اوكي شباب سمعت يعني خبر انه هذا الطور راح يروح بعد ما يروح حدث وقت الهالوين او عيد الهالوين. فصراحة اتمنى انه يعني ما يروح هذا الطور. وكيف بدأ الجيم يا شباب، وعلى اكيد يعني الكل راح يكون مختار براولر جديد ايمز. اوكي خلونا ندمج هذا النوب. ك
اوكي عطيته ضربة ما ابغى خاطر، اوكي دمجنا هذا الثاني، اوه بس والله دمجني اكثر. اوكي والله مو متعود يعني انه يكون ضدي ايمز، اوكي فهذا مدمج خش عليه. اوكي عند السوبر، عند السوبر يا شباب لازم نكون منتبهين، انا ابغى دمج هذا عشان اوكي هو مات الحين كويس، فهذا المشكلة عند السوبر صراحة مرة خايف منه. اوكي والله دمجته دمج قوي، شوفوا الهيل حقي صار فل. اوكي توقعت انه راح يستخدم السوبر، واو 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 شفتوا الدمج كيف يا شباب، اوكي ذبحناه نايس، اوكي اعطانا انرجي، اوكي ما توقعت انه هذا الطور فيه انرجي، فخلونا نستخدم السوبر شوف اذا في احد هنا ولا لا. اوكي هذا هنا خش عليه زي كذا وبوم يا حبيبي، ايوه دعسناه دعس. اوكي بقيت انا وهذا، فخلونا اروح اخذ الانرجي اللي هناك، وما اقدر صراحه جالس ادمج، لازم اروح ادمج سريع. اوكي وبيطلع زي كذا نخش عليه غدره، يا سلام يا شباب. اوكي هو الحين حقه الحين 1500، فكل اللي علي يا شباب شوفوا التكتيك الحين كيف اني اهرب، هو راح يموت لوحده، فراح اشغل السوبر عشان اوكي لا 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 لا, لا يا شباب والله حرام يا شباب، يا صراحه حرام يا شباب والله، لو من دون الله كان قدرت اني اذبح اجيب المركز الاول. فيبا شباب شفتوا كيف التكتيك يعني في هذا الطور، يعني كل اللي عليك انك تدمج اللي ضدك، مثلا لو انت الهيل حقه صار 1900 و 1500 خلاص اهرب يعني لا تخاطر، هو راح يظل الهيل حقه ينقص الى ما يموت، فانت يعني اذا ضليت يمكن يدمجك وتخسر زي ما صار معي يعني بسبب اللاج. اوكي خلونا نشوف خريطة الشودان، اوكي فخلونا نرجع نلعب جيم ثاني بايمز. اوكي والله يا شباب هذا الطور يعني مرة عجبني مرة رهيب، اوكي راح نكون حذرين نحاول نجيب المركز الاول. اوكي هذا ما يتحرك، ايوه والله توقعت ينتظرني حتى اجي عشان يذبحني، اوكي دمجته مرة حلو. اوكي هذا جاي ياخذ الانيرج، اوكي دمج زي كذا، واو 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 اهرب 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 فعل السوبر. اوكي والله ثلاثة جالسين يضربوني مشكلة والله. اوكي خلينا نلعب جيم اخر، اوكي بدأ الجيم. اوكي فلازم يا شباب تكونوا مرة حذرين في هذا الطور، صعب مرة صراحة يعني، لازم يعني اذا غلطة واحدة يمكن تخليك تخسر، يعني لازم تكون حذر امتى تضرب وامتى تنسحب، عشان لو دمجت يمكن راح تخسر، او بالاخص الحين انه الكل جالس يلعب ايمز، ايمز دمجها مره اسطوري، يعني اعطتك ضربتين يمكن راح تودع خلاص. اوكي هذا اشغلنا، خلونا نحاول ندمجه، واو والله كان بيضربني بالسم. اوكي والله يا شباب ايمز مره غثيثه، فابغى ادمج هذا انا عشان اهيل. اوكي في واحد هنا جاي، لازم تخلون يا شباب العدو يتشتت انتباه زي كذا. اوكي خش عليهم دعسهم كذا، واجلد يا شباب. اوكي بقى واحد بس، اوكي بقى واحد يا شباب، فما راح اكرر نفس الغلطه، هو راح يموت قبلي يعني راح يموت، فالحل الوحيد عنده انه يجي يدمجني، فراح اجلس ادور ابغى يجي عشان ادعس السريع، هو ما عنده امل ابدا، راح يظل الهيل حقه ينقص لين ما يموت يعني، وحتى لو كان الهيل تبعي نفس تبعه راح افوز انا لانه عندي انرجي اكثر منه. ايش جالس اسوي؟ يبغى يضربني مستحيل يلمسني. اوكي عندي انرجي اكثر منه وهي الحق اكثر منه، فخلوني اروح كذا ابعد عشان اغبنه. اوكي شوفوا المسكين كيف جاء وبوم يا حبيبي المركز الاول. اوكي شفتوا يا شباب كيف هذا الطور، يعني انت لا تحاول تدخل فايت الا لما تشوف اثنين مثلا دخلوا فايت، خش عليهم وفرشهم واخذوا الانرجي وسيطر على المكان زي ما انا سويت. اوكي عندنا هنا صندوق، خلونا نفتح نشوف. اوكي طلع ما طلع لنا شيء، فيابا يا شباب اتوقع كذا اكون غطيت لكم كل الاضافات التحديث الجديد، وان شاء الله اذا نزل الطور هذا الجديد تبع التكتيكات الهجومية ان شاء الله راح انزلكم عنا مقطع واسوي لكم شرح تكتيكات عنه. طبعا الفضل يا شباب انكم تلعبونه يعني مع اخوياكم، يعني لا تدخلون سول وكذا ويدخلون معاكم منهم بتخسرون، لانه محاولاتك محدودة يعني في ثلاثة جيم بس في اليوم. اوكي فبس يا شباب اتوقع اني كذا غطيت لكم كل اضافات التحديث، اذا في شيء ثاني راح اتكلمكم عنه بالتعليقات. فيب كذا نكون وصلنا لنهاية المقطع، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات، كان معكم احمد من ريتشارد جيمز، مع السلامة.